وهي في ربيع عندكم ماشي داخل عندكم الناس في عمكم تعرف نفسي رائد حاج محمد رئيس مصلحة الوقاية في ولاية سيدي العباس. التنفيذ تاعي هنا كمؤطر لهذا التكوين. سألوا علاش كما شرح خويا هنا تاع كابدان البروغرام هذا بروغرام ناسيونال اللي فيه سبعه تاع لي كومون بيلوت متعلق بالبي سي دي بروغرام كومينال دو ديفلوبمون برنامج تنموي للبلديه. في التراب الوطني كاين سبع بلديات من بينهم بلديه المسعد، كاين غزاوات في تلمسان، كاين ولاد عبد القادر في شلف، كاين في بادنا، كاين في سنطينا، كاين في تيميمون، كاين في جامت. علاه المسعد بدل دوها بلديه نموذجيه واحده؟ وعلاه اليوم مديريه التربيه في الاطار تاعها اليوم معنيين بهذا التكوين؟ علاه معنيين بهذا التكوين بالذات اللي هو كي تقول لنا بروجرام بي سي دي بروجرام برنامج تنميه البلديه؟ واش دخل المعلم والاستاذ ومدير المدرسه في هذا البرنامج؟ هذا يدخل في اطار مشاركه نتاع الجميع في تسيير البلديه. هذا البرنامج فيه مقسم الى عده اقسام. قسم فيه برنامج التوعيه وزرع ثقافه الخطر لدى جميع اطياف المجتمع. ماكش معنيين وحدكم، وانما اليوم رانا مع مديريه التربيه، غدا ان شاء الله عندنا مع الجمعيات، ما غدا عندنا مع السلطات المحليه اللي ممثله في رئيس البلديه والمجلس البلدي الشعبي. علاه مديريه التربيه بالذات؟ احسن طريقه او احسن طريق لزرع ثقافه الخطر هي تكون عبر تربيه الاجيال، تربيه الاطفال، والمعلومه توصل للاطفال بالمساعده نتاعكم اللي راكم موجودين. هذه واحده. الثانيه، التصرف تاع المدير او التصرف تاع الاستاذ او التصرف تاع المعلم في حاله وجود خطر اللي ممكن يتطور يصير كارثه. مدير مدرسة كاين نجيبو مثال صغير، أو كاين زلزال على قدر ولا فيضان. مدير مدرسة صنع ذاك ولا دار إمداد لأجل إخلاء مؤسسة. شكون اللي يخرج الأول؟ التلميذ ولا الأستاذ؟ شكون يخرج الثاني؟ ما هو التصرف نتاع المعلم لنفرض جدلا باللي معلم في مؤسسة وعنده مدة السنة الأولى هو يقرا السنة الخامسة، يا هل ترى يراعي المدة ولا يراعي المدة اللي راه في القسم تاعه؟ التصرف أثناء قبل أثناء وبعد الكريمة. هذا التصرف اللي يغيب على معظمنا، يغيب عليه التصرف في الكريمة. أنت اليوم كإطار في التربية اللي عندك مهمة توصيل المعلومة، إذا ما جاش في التربية تجي في ثقافة الخطر. تكون انت مثقف خطرا والثقف تنجم توصل المعلومه لهذاك التلميذ. هذاك التلميذ في شهور العشيه لوالديه يخبرهم هو يربي له كان 20% من المعلومات اللي تلقاها عطيتها له انت. انت اليوم كي تعرف اونكا في حاله ما واحد احتاج قدامك واش دير له؟ ولا ضاع واش دير له؟ دير له شي قهوه ولا دير له طونسفيس؟ هذه واحدة من المعلومات اللي كاينة. هذا هو الهدف اللي جمعناكم اليوم، تكون عندكم ثقافة وسط شرعية. لا يجوز أن يتكلم المتفضل عليه أمام المتفضل. المتفضل سيبيان هو اللي هي مربي أجيال ومعلمين، تبارك الله وكنا لكم كامل الاحترام. يجوز للمتفضل عليه أن يتكلم في حضرة المتفضل إذا كان يملك مسؤولية المعلومة ينجم يفيدها، وإن شاء الله تدوم معنا فايدة يا ربي. وكان كبير.